فوز بثلاثيه على الراس الاخضر، ونرجع نكمل كلام. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مبروك عليكم، مبروك على كل الجماهير المصريه والشعب المصري. الحمد لله، بشكر ربنا جدا، ثم اللاعبين. يعني عندنا لعيبه محترمه، لعيبه تحمل مسؤوليه كبيره، مسؤوليه بلدها واسعاد جماهيرها. اعتقد هم اللي يستحقوا كل الثناء والتقدير في الظروف اللي حصلت في بدايه موسم، حتى مع المحترفين التدرج البدني، ثم اللاعبين المحليين اللي هم يعني استحملوا وتحملوا، يعني عملوا معجزه ان هم يشتغلوا في فتره اعداد قليله. اعتقد ان دي صعبه جدا، لكن دي بتدل زي ما انا قلت في الاول على فكره، ان الناس اللي عملت قناه السويس ثانيه، اللي اتعملت في مليون سنه تتعمل قناه السويس ثانيه في فتره قصيره، مش سهل عليهم يعملوا حاجات كتير. انا من وجهه نظري انا يعني، فهو الشعب المصري قادر ان يعمل كل حاجه يعني. فاللعيبه عملت اللا معقول، لان في الرياضه، وحضراتكم طبعا ممكن ادرى مني يعني، كل اجازه يقابلها الفتره اعداد مش اقل من 6 اسابيع. ازاي تجيب لعيب قبل الماتش باربع ايام ويلعب ماتش دولي مع فرقه محترمه؟ انا بقول كل الاحترام والتقدير لكاب فيردي، فريق زي ما انتم شفتوا بيلعب لاخر لحظه، يعني حتى ما يدلش النتيجه فين. يعني انا نفس المباراه حاسس ان هي متعلقه يعني، بعد الجول الاولاني والثاني والثالث، لكن يقابلهم لعيبه مركزه قوي، اللعيبه بتاعتنا ما ادهمش، حتى لو في بعض الفترات طبيعي جدا فرقه كبيره زي كاب فيردي من وجهه نظري ليها هجمات، فده طبيعي، لكن مجموع الماتش اتعاملنا معاهم الحمد لله، بدايه التشكيل والتغييرات، وطبعا الاصابات اللي والحاجات الشد والاجهاد اللي حصل ده طبيعي بسبب الظروف اللي لبدايه الماتش، او ظروف الماتش في الناحيه البدنيه والتحضير ليها. ولكن كاب فيردي زي ما كنا كلكم، انا يمكن حتى لاحظت الاعلام كله بيتكلم ان فريق محترم وفريق عنده حلول، ولكن اوعى تفتكر لما نكسب جون واثنين وثلاثه ان احنا الفريق اللي قدامك قليل، زي ما اتعاملنا مع بوركينا عشان احنا نزلنا، لا احنا بنلعب صح، وحتى لما يتفوقوا في بعض الاوقات في اللي طبيعي جدا. فريق قوي وفريق كان كلنا محترمينه، انتوا قابلينا يعني، فبشكر اللعيبه المره.